ما كذلك مسألة تقرير المصير، وأكد المغرب أن هذا المبدأ سواء على مستوى مبادئه القانونية أو على مستوى الممارسة الدولية أو على مستوى القناعة الثابتة للمملكة المغربية، فإن هذا المبدأ لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء. المغرب لا يقبل أي حل مبني على الاستفتاء، والمغرب لا يقبل أي حل أحد خياراته هو الاستقلال، وهذا متوافق ليس فقط موقف المغرب، هذا متوافق مع ما يطلبه مجلس الأمن. عبارات الاستقلال أو الاستفتاء غائبة نهائيا في قرار مجلس الأمن. مجلس الأمن تحدث 6 مرات على حل سياسي توافقي، القرار أكد 2 مرات فقط على تقرير المصير، ولكن القرار لا يؤكد ولا مرة إلى الاستفتاء. وبالتالي فما يقوله المغرب متطابق بشكل تام مع ما هو موجود في القرارات الأمم المتحدة. بالمقابل فإن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب دوتونومي فهو حل يتماشى مع كل المبادئ التي تؤكدها المادة الثانية من القرار 2440. مبادرة الحكم الذاتي هي حل واقعي، هي حل عملي، هي حل مبني على التوافق، وهي حل يضمن الديمومة، وأخيرا فهو حل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير كما هو مؤكد في أدبيات الأمم المتحدة، في ممارسة الأمم المتحدة، وكذا فيما يخص القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. الصحراء المغربية المغرب